يقول مولانا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة إخوة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول: بأبي وأمي والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ربنا يقول المؤمنون إخوة، وواقع الحال يقول أن المؤمنون متشرذمون على عصبيات ومذهبيات وقبليات وطرق وجماعات وتنظيمات وأحزاب ودوائر وعشائر. ربنا يقول إخوة إخوة إخوة، ونحن نقول لا، نحن نقول لا، نحن ألف لون، ونحن ألف شكل، ونحن ألف جماعة وألف فرقة، ونأبى أن نتوحد، ونأبى أن نتلاقى، وننصهر في بوتقة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يا سادتي يؤكد تأكيداً بيناً واضحاً لا لبس فيه في هذا الحديث الصحيح عن حقيقة الإيمان. يقول كما روى الإمام مسلم في صحيحه: ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. انظروا حولكم، ألا ترون بعضنا يكفر بعضا على ذنب أو فعل أو اختلاف في اجتهاد أو اختلاف في مسألة؟ ألا ترون جماعات إسلامية برمتها تتحارب تتصارع؟ وهذا خلاف أصل الإيمان الذي يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام.